والآن جولة على المشهد السياسي. مساء الخير راماند، راح مساء نتابع الخير معك جمال، كل التفاصيل والمعطيات اللي عندك إياها بهذا المشهد لليلة. شكرا لك. بعد الاجتماع المسيحي في بكرك الذي تطرق إلى هواجس المسيحيين لناحية الهوية والوجود، أسفت مصادر سياسية داعمة لترشيح رئيس تيار المرد سليمان فرنجي لما يتم ترويجه زورا عن إقصاء المسيحيين، وخصوصا أن الشغور في إدارات الدولة لحق المسلمين كما المسيحيين. وتقول هذه المصادر أن أكبر كتلة سنية وأكبر كتلة شيعية أوصلتا الرئيس السابق ميشيل عون إلى قصر بعبدة، ولم تتشكل بعد ذلك حكومة إلا بحصة وازنة للتيار الوطني الحر، وحفظ الرئيس سعد الحريري حصة القوات في حكومتيه، ولم يغب يوما المكون المسيحي عن القرار. إلا أن السجال المسيحي الداخلي هو ما أضعف المسيحيين، ومزايداتهم هي ما تشل المؤسسات. أما أخيرا فللتيار الوطني الحر وزراء في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، إلا أن النائب جبران باسيل هو من اختار إقصاءهم عن الجلسات الحكومية ومقرراتها، وانتهج مداورة مع القوات اللبنانية تعطيل الدور التشريعي في مجلس النواب. وتضيف هذه المصادر، إذا استطاعت بكركي تحقيق إجماع المسيحيين على اسم رئاسي فيكون خيرا، ونذهب إلى جلسة انتخابية مفتوحة، وإذا لم تستطع وجب إقناعهم بعدم تعطيل شؤون المواطنين وبتسيير المؤسسات ضمن ما يحدده الدستور. أما الحديث عن القرار 1559 فيتطلب حوارا وطنيا، لأنه ليس شأنا مسيحيا فقط. وعلى ضفة بكركي، تقول المصادر إن الوثيقة لا تزال في بداية طريقها وتتطلب المزيد من اللقاءات والمشاورات، ولا تستهدف المسلمين لصالح المسيحيين، إنما هي مسعى للتقارب والنقاش والتداول في القضايا المسيحية المصيرية، على اعتبار أن حماية الوطن هي من حماية مكوناته وتبديد هواجسها. أما بخصوص رئاسة الجمهورية فرأي بكركي لم يتغير، اذهبوا إلى عقد جلسات مفتوحة التزاما بالدستور من دون أي إسقاطات. أكد النائب توني فرنجي أن كل نقطة دماء تسقط في الجنوب ليست شيعية أو جنوبية وحسب، دماء الجنوب هي لبنانية قبل كل شيء. وخلال رعايته ندوة حوارية نظمتها نقابة الصيادلة في لبنان وقطاع الصيدلة في تيار المردة، قال فرنجي أننا ننتظر أي مبادرة قد تطلقها البطريركية المارونية. قلناها منذ بداية الفراغ ونكررها، لا حل إلا بالجلوس جميعا معا فيناقش كل طرف هواجسه من دون شروط مسبقة ولا أي شرط ولا لاحقة ولا مسبقة. ومن يرفض ربط المسار الرئاسي بمسار الحرب في غزة عليه أن لا يرفض الحوار، لا بل أن يطالب به، وهو السبيل الوحيد لانتخاب رئيس صنع في لبنان. ونكرر اليوم تمسكنا بحوار وطني، وننتظر أي مبادرة قد تطلقها البطريركية المارونية، علما بأننا لا ننسى انقضاض البعض على المسلمات التي أعلنت من بكركي بعد اجتماع الأقطاب الموارنة فيه. ومن باب حرصنا على الشراكة نرفض تهميش أي فئة من اللبنانيين، فكيف إذا كانت هذه الفئة هي مكون ننتمي إليه؟ رأى الباحث والأكاديمي حسام مطر أن العالم في أخطر مرحلة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، والحاكم هو الدم وسباقات التسلح. ومن برنامج الحدث رد مطر على المنادين بنزع سلاح حزب الله بتطبيق القرار 1559. أول شيء بعد حرب غزة لازم كل قوى المقاومة في المنطقة أن تسعى إلى زيادة كميات ونوعيات تسلحها بشكل قياسي كتير كبير، ما دام نحن في عالم الأرض ظالم وفي عدو إسرائيلي هالقد مجرم، نحن مش جاهزين نحط حالنا بموقع الخطر، وبالتالي علينا أن نعزز الردع إلى الحدود القصوى. يعني هذا القوى المقاومة عم بتفتش على الـ 95 على البند، إنه هن عم بيقولوا سلاح، والتفكير هلا محور كله نحن لأي كيف بدنا نتسلح، يعني عم بيقولوا نزع سلاح وتطبيق 1559، ما عم بيقولوا شو رح يصير. فكل قوى المقاومة بالمنطقة اليوم معنية برفع قياس، كيف الإسرائيلي اللي قلت لك قبل شوي عن رايح مستويات العسكرة، قوى المقاومة في المنطقة تعد نفسها وتفكر في كمان كيفية إعادة زيادة ردعها بأشكال وكميات ونوعيات التسلح في الفترة المقبلة. بالنسبة لهول اليمين اللبناني، لكن
في عنا بالضيعة ملعب فوتبول بيروح الشباب والكبار بيلعبوا فيه بياخدوا أولادهم. فحد ملعب الفوتبول الكبير الأساسي في ملعب فوتبول صغير هيك يعني كم متر بمتر بيعطوهم طابة صغيرة للأولاد بيلعبوا فيها ليكون خلصت اللعبة المباريات الأساسية. بس تخلص بيفوتوا الأولاد بيشوطوا بالملعب الكبير شوي بياخدون على البيت. فنحن اللي عم نلعب بالملعب الكبير وفي حدنا ملعب صغير عم يلعبوا فيه يلعبوا قد ما بدهم. هقول يمين المتطرفة انه اللي عم بيلعبوا بس بيلعبوا في ساعة احيانا الطابة اللي لهم بتفوت على الملعب الكبير بيفكروا ان صاروا باللعبة بيردوا لهم اياها بنقول لهم كملوا اللعبة بس تخلص اللعبة الكبيرة بصير هذا الموضوع. هذا شو؟ وعلى هامش استقبالاته في قصر المختارة التقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط وفودا عدة وجدد خلالها دعوته الجميع إلى تحفيز الخطى لبلوغ توافق وطني حول خريطة طريق تؤسس لخطوات مجدية ومسؤولة من شأنها أن تطلق مسارات سريعة للحلول الداخلية المطلوبة وفي مقدمتها الشغور الرئاسي ومعالجة باقي الملفات العالقة. ومع هذا الخبر نصل إلى ختام فقرة المشهد السياسي. شادي عودة لك. شكرا لك روان.